السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. كما عودتكم كل يوم فيديو جديد. ان شاء الله الفيديو اللي قبل واللي قبله كامل يكونوا نالوا اعجابكم. نتمنى تقولوا لي الحوايج اللي تحبوهم والحوايج اللي يهموكم اكثر باش ندير لكم فيهم فيديوهات بزاف. بون، الفيديو تاع اليوم مقسم الى قسمين. القسم الاول فيه حوايج تاع ديكور، والثاني فيه ملابس. ماشي بزاف من مشتريات اللي نحب نشاركها معكم. قبل كل شيء نتمنى انكم ديروا لي لايك الفيديو وتوصلوه اموا ل 3000 لايك، وكثروا لي كومنتار، راني نقراهم كامل. ما دي فوا على غالب ما نجمش نجاوب غير لي كا اللي مهمين، تسمى سؤال مهم بزاف نجاوب، الباقي راني نجاوبكم بلوتار. واللي جديده معايا تشترك في القناه وتفعل الجرس. ماناش راح نطول عليكم. بون، راح نبدا. اول شيء، اول حاجه شريتها هي هذه تاع تحطي فيها شموع. شوفوا البنات، هذه لما اظن 45000. المهم هذو في ثلاثة، دوك تشوفوهم جاو ب 110000. هذه اللي شافية السعر نتاعها، هذه ب 20000 من لا ماما، متجر لا ماما اللي درت لكم بارح جولة فيه. شوفوا الشكل تاعهم أنيق بزاف بزاف. وهذه على ما اظن 55 ولا، المهم في هذا السعر يدور في هذا الشكل. راح نعتلكم مع بعضهم كيفاش راح يتحطوا. كما راكم تشوفوا معايا حبيباتي، الشكل تاعهم بزاف رائع. تنجموا ديكوري بهم في صالون ولا في الهول ولا في مام في بيتك نورمال، اذا عندك ان تي كوان تقعدي فيه، ولا هذوك لي طابل تاتا تات، وتنجمي ثاني ديريهم في غرفة نوم تاع بنتك. ولا المهم التزيين اختياري. هنا ديري الشمعة تاعك لهنا، راح نشوف كيفاش راح تفتح هذي. شوفوا من هنا، شوفوا دوريها، تحطي الشمعة تاعك كيما راكي تشوفي، وتحطي بهذا الشكل وتدوري، تعلق بهذا الشكل. هذه اللي هنا تحطي الشمعة، تحبي هذوك الشموع اللي يجيو بلا صغار ولا شمعة كبيرة، ولا عندك اختيار عفوا. وهذه كيف كيف. حقيقة هذه شريتها لأختي باسكو هي الديكور تاعها غوز. انا راح نعطيكم واش شريت ليا. شوفوا حبيباتي نتاعي الشكل تاعها كيفاش مداير. فيها لهنا لي بيل، راح نطفي الضوء باش تشوفوها. شوفوا البنات، هذه انا راح نحطها في الصالون باسكو الصالون تاعي تخرج على اللون تاعها. وثاني كي يروح الضوء ولا نجم نلقى هاي سما، ما نحتاجش للشموع، راح نحتاجها هي. هادو ما لقيتش لا كولور اللي حابه انا عليها، ما شريتش باسكو الصالون تاعي مانيش مدخله عليه البلو، جا في واحد لا كولور هكا بين الباش والكراميل، واحد لا كولور انا تعجبني. بون، هذه السعر تاعها 190000. لقاوها في علبة كيما هذه، هذا الشكل. راح نخبيها ونديكوري بيها داري. نعتذر على الحس تاع الساشي، انا بالي ما تحبوش. هذه
شريتها لما أظن 10 آلاف، أختي قالت لي شريها صغيرة ولا كولور اللي نحبها أنا، دونك شريتها من عند لا ماما حتى هي. على باليش وقداش، ما نكذبش عليكم، 10 آلاف ولا 5 آلاف ولا. المهم دركا راح نبدأ لكم في مشترياتي اللي راح نلبسهم، وهذو لي لونات اللي شريتهم لاختي. بون تخاطرنا انا وياها وربحت، قلت خيري حاجه اللي حبيتي. بيان سور هي ما قصرتش، خيرت هاد لي لونات، شوفوا منا جاو جوغ ليوبار مي بانوش بزاف، وجاو في نوار. كا السعر تاعهم 200 ألف من ريتاج، حقيقة جاوني شوية غاليين. وثاني شيء هي هذه الحقيبة، للحاجة الوحيدة مش الوحيدة، راح تشوفوا الحاجة الثانية اللي لقيتها سولد في الريتاج. بون هذه سعر تاعها 190 ألف، شوفوا فيها جيب الداخل. كما تعرفوا البنات نحب نعطي لكم كلش، وفيها ثاني جيب هذا هكا صغير وجيب من برا. انا نحب بزاف الحقيبات اللي فيهم هكا جيب من برا، بس كنت نحب تليفوني دايما براتيك في بلاصه قريبه. وجات مطروحه بهذا الشكل سامبل ايبو. كاين بزاف انواع، ما انا عجبتني هذه، هاي لا مارك تاعها جيوفانا ميلانو. كما قلت لكم السعر تاعها 190 ألف، دونك شريتها. دركا راح نروحو نعطي لكم بون هذه من ريتاج، راح نعطي لكم بقية الملابس اللي شريت. بون شريت هذا الميني غوب ب50 ألف، هذه شريتها من هنا من البيضاء، ما شريتهاش من قسنطينة. إذا حبيتوا الحانوت تروحوا لهذاك اللي مقابل تكنيكوم المتقن عبابسة، ثانوية المتقن عبابسة. السعر تاعها 50 ألف. كما تشوفوا البنات لهنا فيها إلاستيك خفيف، ولهنا فيها جيوب، وتجي أنيقة بزاف. أنا جاتني خير من هذا المانكا، راح نزيد نعطيكم الثانية. هذا شريته من الريتاج، حل واحد جديد داير اسمه اللي شريت من عندو البوشيت بعد، حل اسمه داير اسعار شوية منخفضة بارابور الاخرين باش يبدا بالك. هذا السعر تاعو 100 ألف، شوفوا حبيباتي راهو جاي هكا، ما يبانش بزاف في المانكا، كي يتلبس يجي شوف صغي هكا، والسعر تاعو ثاني مليح. واخيرا وليس اخيرا، هذا زوج سراول اللي شريتهم من عند اللي شريت من عنده هذيك الغوب ميني مقابل تكنيكوم كما قلت لكم. هذو زوج ب150 ألف، لا كولور اللي تحبي كاينه. كاين ثاني اللي يجيو اكارو، ولا كاين بتي كارو، كاين اللي تحبي كامل راح تلقايهم. زوج ب150 ألف، راح نقرب لكم باش تشوفوهم مليح. بون حبيباتي كيما تشوفوا فيهم جيوب أمامية وجيوب خلفية، عفوا جا ثاني إلاستيك، يعني يجيك عادي، هو نورمالمون ما فيش لاطاي ستوندار. كيما انا نلبس 40 حتى 42 جاني عادي جدا، مانيش سمينة بصح شوية عندي ليونش. شوفوا هذا في اللون الأزرق، وهذا في اللون الأسود. شوفوا بلاك راح نزيد نشري في البوردو، عجبني هذا. هو كيف كيف في جيوب خلفية وجيوب أمامية، يليق خاصة
للصيف، ربيع وصيف. بون حبيباتي، هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم، ان شاء الله نكون ما نسيت والو. اذا عجبكم الفيديو ديروا له لايك، ومام اذا ما عجبكمش ديروا له لايك باش يوصل بزاف بنات ويشوفوه. وبارطاجيوه لصحاباتكم واخواتاتكم وكامل اللي تعرفوهم وفي الجروب ثاني. نتلاقاو في فيديو اخر، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.